والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لإعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق الله العظيم. خدای تعالی دو قرآن دا سورت مریم دا آیت هشتی و چارا و هشتی و پینجا حتا هشتی و حفتا دا خدای تعالی انشاءالله ازنی بده امی با هر سی آیتی ها تفسیر کشاف دا او بکر. خدای تعالی دا به یوم و روژا نحشر المتقین و می حشر بکن متقین، یعنی اوی گو خو مزين كرنا بإيمان وبعمل صالح إلى الرحمن وفدا وورنا بار رحمن با لسر پشتا دبها وكو و إنسان دشنا زيارتيا بلوكا زيارتيا مزنا ولو عزيز ومقدر وبقيمات وصوار لسر پشتا دبها أمي ولو وان حشر بكن وأو ملوك جي ويولو قدر قيمات بدنواناكي. ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا وأمي سوبكن خراباجي كافراجي إي بي إيمانجي كما بيتشاوا دفه دينا سوكرن وقتي دبنا بال آبي وتينا تدي دنابا توزي دنابا دوماني ريناد نهفدو بيل هفدكن جبو وزيدة تينا احتياجوا بال آبي وهايا خدای تعالی گوتی امی وانجی مجرماجی سو بکن بال جهنمی و ویردا وکو وان حیوانی گو دچن سر آوی وان دوه گو هجومی بال آوی و دکن امی واجی بنا بال جهنمی و لا یملکون شفاعتا او نکارن شفاعتا کسکی بکن و شفاعتا وانجی نای کرن الا من اتخذ عند الرحمن عهدا إلا أوي قلبا خدا جل جلاله عهدك، يعني أو أيدينا شفاعتها وان كارن شفاعتها بكر وشفاعتها وان جتي كرن سيدة مالا ويسي سيدة أفندم أزولا من ميكروفونا تغير تدي سابكر دنگ ده وقتی که تو خود تشکی ویجی کرم که يعني تشتكي هبه بيجا خود تشتكي تنه هبه بيجا مالم إلا أوي قو لبا خداي تعالى عهدك يعني إيمان وعمل صالح آنينا أو كارن شفاعتي بكن وياخدتا ابن عباس خدا جي رازي بيدبا عهد شهدبونا قو خداي تعالى يكي تنيا جوي بيبا معبودة بالحق نينن إلا أوناكي كارن شفاعتي بكن وشفاعتا وانجي تيكرن. إذا من ميزنن تفسير إمام الزمخشري تفسير كشافي كرب عالمي كإمام الزمخشري معنى وآياتها شوى معنى كريا أمي تفسير بيجن نصب يوما بمضمر أب يوما منصوب هي بفعل كمقدر تقدير أبنا يوم نحشر ونسوق، يعني أب يوما مثلا منصوب بفعل كمقدر ونحشرويا يا نسوقيا نفعل بال لا سيدة لا خد سيدة يوم نحشر ونسوق نفعلويا أو نفعل بالفريقين بلي منصوب بنفعلية يعني نفعل يوم نحشر بلي نفعل يوم نحشر بلي أي يوم نحشر ويرجع ومي حشر بكن ونسوق، يعني أمي مسلمانا متقين حشركن ونسوق أمي باجون ببال جهنمي كافرون نفعل بالفريقين أمي بكن بهردو قسمة، يعني بمسلمان عرجي بكافر عرجي ما لا يحيط به الوصف تشتيقو خيال إنسانا نك نقرتيا ناي وصف دان أمي تشتكي ولو بوابكن ياجي أو اذكر
يوم نحشره ياجي أبي يوما منصوب فعلك مقدر جو أذكرة يعني بيجا ويروجا جو ما حشر بكل متقينا ويجوز أن ينتصب بلا يملكنا ودرسه جو أبي يوما منصوب بلا يملكنا جب يعني لا يملكنا يوم سيدنا عبد الله استشكي أراد بيجم بو birinci eğer nef'alu ile mef'ul iken mef'ulu fihidir yani zarftır. Evet. Eğer özkürle olsa mef'ulu bihidir. Ha, yine mansuptur ama mef'ulu bihi üzerine. Evet. İkisi arasında fark var. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Maliye bak hocam. İşte nasip. Dereste bu ev yevma mansube bilayim yüküne cibi. Zükirel muttakune bi lafz-ı tebcili. يعني أب متقين هاتنا ذكر كرين بحثاوا باللفظ التبجيلي يعني بحرمته وبصايقية هاتنا ذكر كرين وهو أنهم وأب متقين يجمعون إلى ربهم ويورنا طوب لمشكرين جمع كرين بالخدا ربي خفا الذي غمرهم برحمته أو ربي واي قواوي وعنوخ بكي بالرحمة خوا وخصهم برضوانه وخاصة رازيبنا خبت ورجوا رازيب بي وكرامته وقنجيب وابكي يعني متقين بحرمة صايقي وبقدر قيمة بحث أواهات يكرن كما يفيد الوفاد على الملوك بيشاوى زيارة جي جيشنا بار ملوكا با ومنتظرين للكرامة عندهم بك لمش تكن جبو قيمة الباواناكي قو قدر بقبينن يعني او جوا قاش لمش بكن قيمة بتنوان ام من جي وقت تشونا بار ربي خا يعني بك لمقو خداية على عز وجل قدر الشرف وحرمات وقيمة ديوان وعن علي رضي الله عن امام علي خدا جمع ابن شير كلمك وزوالكم وخاصا برضواني وكرامته بلافظ التبجيل كل بيان وشوا خصهم خص وخص متقين كانوا وخصهم متقون التبجيل أو التبجيل كلمة شيء أو يشكو دخ سيدنا ما عجوا إيش كلامكم أفن دنجمتين هذا جيت تذكره أو تبجيلي سولي أجاكم شمدي diyor zükür el müttakun bilafz-i tebcil ve huve tabi tefsirini yapıyor. Şimdi müttakinler zikredilirken kelimeler çok seçilerek kullanılıyor. Mesela nehşuru ehli iman için kullanılıyor. Bir, rahman kelimesi kullanılıyor. Yani onlara rahmet yağdırıyor. Onlara rahmet demek, onlara tebcil var, ta'zim var. Vefden kelimesi aynı zamanda cemaat muhsinun, cemaat, güzel cemaat meliklerin yanına gittiği zaman gördükleri ikram. Seçkin cemaat. Yani mesela mülklere göndereceğim. Mülklere gönderilen elçiler. Onlar da nasıl bir mafadır. Ha burada mesela elçi insani belliğine bunu mesela göstererek mazına mülka ve hatta seçmikin vardır şeyine. Bu kelimelerle tebcil edilmişler. Artı mesela tam karşıtı olan mücrimler gelecek. Mesela nesuku hayvanlara yapılıyor yani. Arkadan ihanetle, tehkirle sevkiyat oluyor. Bir de cehenneme zaten. Ego berdavara mana gavanti kirina dedi dirajine dariha u dedine duvanaki u dberdine vam. Yani virden kelimesi de hakeza. Yani bunlar hepsi hakarettir. Çünkü susuz olarak götürülüyorlar. Bir de şey okunurken kema yefidül vuffadu. Vuffad cem'edir. Kema yefidül vuffadu. Belli. Vuffad min vuffad okudum da bilmiyorum. Belli. Kema yefidül vuffadu alel mülüki. Beçava mesela zebecim yani temsilci ya gurube götüçüne bal mülüka ve okun bejin postacı muntazirine lil kerameti andahum ve hibbeklemiştikin jikancir el bavanaki duhazin gu mesela hürmeti bidne ve saygiye bidne ve hoşu karşılamış bugün yani evci vakti dişine bal khuda ve ev muttaki ve duhazin gu khudaya ta'ala bi hürmetu saygi ve mesela bir rahim ve kancivana ve razibun ونقع الشمس بكيه
وعن علي رضي الله عنه حضرت علي رزقنا خداله بيجي بما يحشرون والله على أرجلهم دبي إنسان ناين حشر كر المتقون والله أصدقهم خدا على أرجلهم سربيفا ناين حشر كر ولكنهم على نوق ريحالها ذهب لكن سربشتا دبهنا نا أو دبه باري وزيرة وعلى نجائب سروجها ياقوت ولسر شكلك يولو ومثلا زي بجم أو با سروج يعني نجائب هسبن سروج زينة بلي أو زينة ولسر بشتا خصبانا و ياقوتن وش ياقوتنا هل سر بشتا دبه نولو وسر حصب نولو دشنا حشري دينا حشر كرن سيدايما على نوق ريحالها بار بار دمك يك مدر ايه evet yük 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 değil ha rihal yük değil rihal hem yüke kullanılıyor hem devenin üzerine bırakılan binmek için bırakılan o şeye yani, kullanılıyor. Yani mesela işte bu denine sert bir şey daha ha. Ha ha böyle böyle. Zaten Necaib de Seyda'nın dediği gibi atlardır. Surucuha onlar için de serç kullanılıyor. Yani atın üzerine bırakılan eğer. Are serç ave bu piye khatkhine eda usar pishtava suvar dibin bezin. He böyle. Zine ve ana serç pishta hasne go zine ve japutin ve serç pishta da bahna na go ab çte serç pishtava zirin. Ve nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. و خداد به امه وجا مجرما کافرا مشرکا و نقنجا امه سوق بکن بال جهنمی و ویردا و کو حیوانه جبو آبی تاجو نصر آبی به چر دنا و دومان و توزه و مثلا گاوان و بداران و انا که تخی و پیل هفدو دکن امه کافرا جی بیچ کتن بال جهنم و ذکر الكافرون هات ذكر كرن بسا كافرا بأنهم يساقون إلى النار ويورنا آجوتن ببال آقر ببال جهنمي بإهالة ولو برحقارات واستخفاف ولو وابتشوك ببين كأنهم نعم عطاش هروكي وحيوان تي وتساقوا إلى الماء وتير آجوتن بال آبيبا وكوان حيوان واتبها بشكل كي ولو وابابيجن باجنا بال جهنمي با والويردو ويرد العطاش مانا تيبونا لأن من يريد الماء چونكو ايغو هر نصر آوه لا يريدو إلا لعطش ناچن إلا جبوغو تينا يعني وقت حيوان هر نصر دلابا هر نصر آوه جبوغو تينا جبو تيبونا دشن وحقيقة الوردي حقيقة كلمة وردة المسير إلى الماء مانا آجوتنا چونا ببال آوه بيا قال شاعر قوتيا ردي ردي قوتيا دبه خوا ورن ورن بال آوه ورن بال آوه ورد قطات سما وكو چونا ويقجكا قوت تحتا دمينه كرا دنگين يجيروان ناچه دا كدوريتن گو رنگی وی بوزا عجب ها گو وی تخی عجبی دا سر رنگی وی کل رنگ کل جاتی کل رنگی وی اوکی کل رنگی سیدا گوره گور مگو تم کل مانجی وی گوره گور بوزا عجب ها گو وی قجقی تخی عجبی دا بردو المائی جمداندنا آبه جوینا که کرا دنگی نیچیروان ناچی دا یعنی گو ردی گوه ورده بمانا آجوتنا با مانا آجوتنا بال آوه بیا بیده قطع سید قزق نینه تیرکه که اصفاده زد کیا دا یا کیا آوریش ناوه نم تدار قطع ناوه وی تیرکه وکو بیجن قزق ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطع طيب المنامي بلی یعنی او قجت د بیت تحتا دا هلی ناخو چه دکی د بیجبو گو دا چه بال آبه و کرا دنگی نیچیروان گول بنده آبه نیچیروان برسکن یا دنگ نا چه دا من بله فسمی فسمی بیه الواردون ایده و اکفه هاتی نافدان
جبائي قد باي قد شنا سر آبيرا وهاتي قد تنورد بلي يعني حقيقة ورده جواي قد شنا سر آبيرا قد بهد وقرأ الحسن يحشر المتقون ويساق المجرمون حسن بصري خدا جرغازي بي قلتي يحشر المتقون هارو خنديا ويمتقون ورنا حشر كرن ويساق المجرمون ورنا قنجي ورنا آجوتن وكو آجوتن دفها وحيوان بال أريضا سيدا أزولان فسمي بي الواردون دبردا يعني دبي حقيقة ورده يعني ورد الماء يعني تشير يعني الى الماء انجا قصاوي دبردا من يقصد الجواد ويستجديه بما يصير الماء اجا مقصود دبردا وان كسي كوارد ابد بن وهر نابه يعني نه عندي تشون دنا بال ابي يعني وان وان بلي اوه قد چنه بال آوه با یعنی اندی یعنی ویرد بخوب معنا چونده نبال آوه ایجا وارد مقصود جو ویرده واردون یعنی برده مقصود جو مصدره یعنی اسم فاعل ها اسم فاعل یعنی نه نه او چونده بخوب مسیر مسیرت بخونی نه یعنی ایجا واردون نه چونده نبال آوه مقصود ای قد چن آه بله تمام کرم ویرد ویردن ویرد ویردن دبا حال بله حالو کنه و واردینه ها بله کرم کرم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نكارن شفاعت بكن إلا اوه قول با رحمن لبا خدا قوتنا كوان هاي عهدا الله شمك واسوز شمك وان هاي إذا معلومة عهدا يعني قوتنا اوه قو ايمان وعمل صالح ظاهر دكي افسوز دشمك خلبا خديش شدكي هنا كاجي قوتيا و اوه قو قوتيجي ابن عباسة قوتيا كلمة شهادتيا يعني اف هردو معنجي ليهاتنا دال الواو في يملكونا اواوا يملكونا بي انجوعي لا ضميرا اگر گوری گراندن ام بیش نواوا ضمیریا واوا فعالیا فهو للعبادی او راجع بال عبادة بال یعنی عباد من کارن یعنی ضمیرا بی راجع بال تمام عبادة بیا ودل عليه ذكر المتقین والمجرمین ام شکوزانن و او واوینا راجع بال عبادة بیا و دلالت دکی سر ذكر المتقین والمجرمین جبرو گو بحثا متقین و مجرماتی کرن جبوي امتزانين قواواوي راجع بر عبادة بيه لأنهم على هذه القسمة شنكو أول العبادة على هذه القسمة قول سر في تقسيمها هاتنا تقسيم كرن قول مثلا متقين ومجرم قسنا قسم ويجوز أن تكون علامة للجمع يعني ودرس أجيب وأواوا يملكونا بيجن علامة جمعية قول شيد بي مثلا واوا جمعي بي علامتي جمعي بي قو بلي قو كالتي في أكلون البراغيس وقو في مثالها قو مثلا أو واوا أكلوني بي شوا واوا جمعية علامتي جمعية قو تي أو واوا يملكونش علامتي جمعية دي بي أكلون البراغيس كرميشا بيشيا أسخوار أما دو إذا دفع الشد منه شغال لاي لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ إلا من اتخذ إلا بفاعل وهو يملكون الفاعل بلي والفاعل بفاعل يملكون اتشيا من اتخذ من اتخذ بفاعل من اتخذ دبي مثلا زي بجم مفردة لفظي مفردة قولي أنه في معنى الجمعي دما دجبو قد معنا جمعي ديا اوجي جمع اوجي معنا جمعي ديا دبي فعالي بينا ومحل من اتخذ رفع على البدل بيجا من اتخذ د محل خد مرفوعة دبي بدل شبيش يكون نبا يك بدل شبيش يا عمل بيجي من اتخذ فعالي يكون يا محل مرفوع بدلا
يجعلني واوية ويأخذ فعلي واوية وعلامة جميع حرفة بلي دائما كلامك. Ben şimdi kısaca toparlayayım. Bu valda hata olmasın, yanlış anlaşılmasın. Şimdi buradaki vav, ulema bazısı ekadunil beragis diye bir temsil vermiş. Yani vav-i harfiye olduğunu söyleyenler var bir kabileye göre şey yapmışlar. Vav-i harfiye olursa zaten kendisi faal olmaya müsait olmadığı için artık men otomatikmen faal oluyor. Evet. Zaten söylüyor orada. Diyor ve yecuzu en tekune alameten lil cem'i olabilir. Kelleti fi ekelunil beragis gibi. Faal o zaman otomatik men olur. Yani artık bedeliyet ihtimali bu şeyde yok. Faal ise vav-i harfiyet alamet ise menin faaliyeti katıydı. Vav damir ise men bedel. Vav damir ise iki ihtimal var. Ya meni ona bedel yaparız. Ya da ona faal yaparız. Yanlış söylemeyeyim. Eğer vav damir ise vav damir ise ya ona bedel yaparız. Bedel olur. Bedel olur. Faaliyet ihtimali artık yok. Faaliyet ihtimali artık yok. Evet. Ya damir iken artık ona bedel olur ya da malum nasbe artık. Nasbe ihtimali ortaya çıkar artık. Ama yani kısaca şöyle toparlayayım. Vav harfiyet ise menin faaliyeti kat'i olur, faal olur. Menin faaliyeti kat'i olur, faaldır. Eğer vav damir ise bedel olur veya mansub olur. Bedel olur veya ya şimdi mele mutalib. Bu da ihtilaf ulema ketne ihtilafı. İnki ben vava damire İnki ben vava cem'iye alamete cem'iye ne damire İce istişada huji be ekelunil beragisu tine. Dibe eğer ku vava damir bana taaddü de faala çeydibe. نابك وو الدميرة به. إذا أبي كنت بين وو الدميرة بين البراغيس وبدله. يعني أبي كنت بين دميرة فاعلة دميرة. أو بين البراغيس وبدله. وأبي كنت بين نا وو علامته يعني وو فاعل لنا استشهاد خشي بتشتينن بأكلون البراغيس وتينش. بين براغيس فاعل هو اگر كو اوجي فاعل بالتعدد لازم كده ما فاعل اهو قصد بني ben de öyle söylüyorum yani vav alamet harf sayarsa menin faaliyeti kat'i olur ihtimal yok artık eğer vavi biz damir sayarsa bu sefer menin iki ihtimali var ya ona bedel olur refe üzerine ya da mansub olur istisna üzerine o mansubiyeti daha sonra zikredecek. Yani o ihtimal da var ama. Var. Yani bu var. وَيَجُزُ أَنْ يَنْقَسِبَ عَلَى تَقْدِيرِ حَسْفِ الْمُضَافِ وَدِرِسْتَ قُعَلْ أَمَّنْ اِتَّخَذَا أَنْ بَيْجِنْ مَنْصُوبَ لِسَرْقُ مُضَاف شُوِيَ حَسْفِ أي إِلَّا شَفَاعَةَ مَنْ اِتَّخَذَا وِوَعَدِي مَنْصُوبِ لِسَرْقُ اِسْتِسْنَا مُنْقَطَع يعني دبي مستثنائي منقطع والمراد ان مقصد حالو چد لا يملكون ان يشفع لهم نكارن شفاعت جوار وريكرن واتخاذ العهد يعني بخده الا من اتخذ عند الرحمن عهدا الاستظهار بالايمان والعمل ما لا شكر كرنا ظاهر كرنا بايمان وبعمل انسان يقول ايمان وعمل بك او تبوتن لباخذ عهدك توزدشمك شکلیه. دقیقی از ولام. از بردا رجای که بکم انتصاف دبینی دا هر شکلی بشه. دبی یعنی اف زمخشری دبردا گو اف وا وی آ جمعیه یا آ دامیره فلان دبی بیا تعصفه. شما دبی چونکی امبری بکن علامت جمعی. امت پیدا دامیره افراد راجعی بالوا بکن. او چاقی دکه لازمی خو
ام ايضاح شبه الاجمالي او عكس طريقه بلاغته بلاغته ده اولي اولي اجمال تيغوتن ده بيضا ايضاح تيكرن اجا ام ايضاح هرم بالاجمالي با ام يعني ترسى بلاغته ام بيجن فالواو على اعرابه ام هو مثل اعراب اخويا وان لم تكن عائده على من الا انها كاشفه لمعناها كشف الضمير العائد له يعني او قبول ناكك واو علامه جمع عباده واو ضمير واو ضمير وصل بجانب مال كلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ذات يوم عبد الله بن مسعود خداش راضي به لپیغمبر خدا علی صلی الله و سلام قال لی اصحابه الصحابیه خره گوت ذات یوم روجه کی و ای عجز احدکم ان يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا و ما عجز یک جو و بگری هر صبح و ایوار با خدی سوزدشمه کی چی بکی ماج وی عجز یعنی بخدی را سوزدشمه کی اللهشمه کی چی قالو صحابیه گوه کیف زادی که یا رسول خدا امی چه با خودی را سوزدشمی و انلشمی و عهدی چیکن قال پیغمبر خدا علیه صلی اللہ علیه وسلم گوه و یقول کل صباح و مساء گوه اونی ببیجن هر صباح و هر ایوار اونی فید عیب کن اللهم فاطر السماوات والارض یا ربی یا خالق آسمان و عرضی عالم الغيب والشهادة ايكو زاني ابتشتي فشارتي فشتيش كراف اني محقق اس اوحي اليك اس خوز دم بالتفا باني ومحقق اس اشهد ان لا اله الا انت واشهد بني دم وتل اله نين غيري تبيبا ايكو از اطاعتا وابكم از عبادت وغربكم ز امر وابجي بينم جغيه تبي ذكستني يا ربي وحدك تبتني لا شريك لك شريكك تننا وان محمدا عبدك ورسولك ومحجيك محمد جي عبدي تيا ورسولي تيا قاصدي تيا وانك ان تكلني الى نفسي ومحققت يا ربي اجرت مبس في ريبال نفسها مفا تقربني من الشر تي من نيز ومن نيز كريم ببار خرابيه با وتباعدني من الخير وتي من دور بكي ورما دور كرينجش خيري وتم تسليمي نفسام بكي واني لا اثق الا برحمتك ويا ربي اس يعني قناعتا اخوا باوريا اخوا ناينم از امين نابم الا بالرحمتا اخو فاجعل لي عندك عهدا يا رب تبقرينا جمرة الباخوة سوزكي أنلشمكي توفنيه يوم القيامة وكتوي أنلشما من بيك بيني روجا قيامتي قلباتا وكو سندكي بي وكو أنلشوزشمكي بي يا ربي يعني سوز وبيمانة ها قالي إنك لا تخلف الميعاد محققت يا ربي توعد أخوة خدقشناكي وعد أخوة خراناكي فإذا قال ذلك دبي وقتي قو إنسان يعني صبه يا إيباري قوت أفدعاها طبع عليه بطبائع تي مهر كرين لسري بهنك مهرا يعني وكو فيقا زمان مدى قو إمزاد كنو مهد كن ووضع تحت العرش وتي دانين بن عرش خدا فإذا كان يوم القيامة وقت زمان قلت بروجا قيامتي نادى منادى غازيت كي غازي كرك اين الذين لهم عند الرحمن عهد بكانين اوي بوهايا البا خدا جوارا سوزدشما وانلشما فيدخلون الجنة واذا وا انسانا تينا داخل كرين كبنا الجنة خدي دا وقيل افكيلا جدي ابن عباس سعالت بي تفسير خدا ذكر كي و ترمزي جنوادر خدا ذكر كي في حد نفس حد منا درجاوي يمشي نظام بلي
وقيل كلمة الشهادة وقيل ابن عباس قوتي أف عهد كلمة شهادتي إنساني قو كلمة شهادتي ببيجي سوزدشمك سندك شكر الباخو دي چيتكي أو يكون ياجي أف عهد جويتي من عهد الأمير إلى فلان بكذا يدبي مثلا أمير عهد دا بار فلان كسب فلان تش يعني إذا أمره به يعني زمان بو أمري بويتت كي مثلا ببير تشكر الله شماكر عهد كر يعني لا يعني عهدة ده برضا إجا بمعنى أميرة يا بمعنى أمرة يعني عهدة ده برضا إجا بمعنى أمرة يعني أفجا متضمني بمعنى أمرة يا أو فعلا هاني شكي متعدي بيا ببيجي أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة مثلا لا يشفع كرين إلا أويقو هاتي أمر كرين بالشفاعة المأذون له فيها أويقو إذن أبي هاتي دا أنت شفاعة دا أو شفاعة نا 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 دقيقة يا ظلامي تمام أي لا يشفع شفاعة ناي كرين لا يشفع بيزن لا يشفع بيزن دقيقة دقيقة يا ظلام دقيقة صبرا صبرا أي لا يشفع شفاعتي ناك إلا لما أمر بالشفاعة إلا أذك أمري وي بالشفاعتي هاتبه كرن المأزون له وكإذن جرى هاتبه دان في هاد الشفاعة دا يعني الشفاعة دا إذن وي هاتيه دان أوكر شفاعتي بك باشخا مالي مالي طبعا انت بسوق وقل اشترس وتعدده مواد في التنزيل تقويا بنا دستكا بيت كن ويقول خذي إذن شفاعتي دي أو شفاعتي تكن قالك جي قرآن دا قالك آيات يك جي مثلا سورة النجم آياتا بيسو ششا وكم من ملك في السماوات قالك ملائكتهن دا آسيمانا دا لا تغني شفاعتهم شيئا ومنفعتي نادي شفاعتها تشتكي نادي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا قشتي قو خدايا تعالى إذن دي جواي قو دخوازي و بي رازي دبي يوان منفعاتي دي بجريلي وي حتى خدي إذنه ندي شفاعتا كسكي منفعاتي نادي و دا آياتا سورة سبا دا بيستو السيادة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له منفعاتي شفاعتي نادي لبا خدا إلا إيقو خدي إذناوي دي بشي قو إذن دا منفعات دي حتى خذي إذنه نادي شفاعتا كسكي منفعتي نادي دو سورة طه آيات صدنا هذا جي يومئذ لا تنفع الشفاعة ويروجي قروج قيامتها لا تنفع الشفاعة شفاعت منفعتي نادي إلا من أذن له الرحمن إلا إيقو خدا الرحمن إذناويدتي ورضي له قولا وقوتن غررك بي رازيد بي ها شفاعتا وي منفعت ديوي روجي وروجا قيامتيا حتى خداي تعالى إذنا شفاعت شيا ندي كس نكاري شفاعت دي بكي مالي. أما بش ديقو خدا إذن دا معلومة إذا إيقو شفاعت تكن هنا مالي سيدة بصر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كرمكن هناك جوابو تشتكي بيجن كرم سيدايم burada şeyi söyleyeyim. Bu şefaat kelimesi müfessirler diyorlar şey de olabilir. Bina malum da bina meçhulun da mastari olabilir. Yüşfe'uci yeşfe'uci. Ha. Yani la yemlikune şefaate yani şefaat etmeye veya şefaat edilmeye her iki mana da olabilir. Şefaati bikin u ne şefaata ve tekrin. Ha. Bir de Sayıdayım ala şakir. Efendim. Seyda'yım, vallahi bir şey rica edeceğim. Bu benim derslerim...